شوتر فهم الزكاة اللي عليه 15,000 ريال والأرض حقك تنتج 15 قدح في السنة، وانتم منكم 3، انت وزوجتك زنبقة وابنك جعفر. تك ومحشبه تك وانا ما رضيتين ذي معي أرضي وحدة، مع أمكن معي ثنتين، ذي سنة أخذوا وحدة نهبوها وحدة، باقي معي وحدة، كم تهب قل لي كم تهب، وعطانا 3، احنا 2 انا وجعفر وزوجتك زنبقة، شطلقها. واه 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 شطلقني؟ لماذا طلقني؟ نوفر 2000 فطرة. توفر 2000 فطرة؟ يه فطر ومشاك. اسمع انت وياه وياه، انت ما معاكم دخلة خرجة، معاكم وظيفة هنا؟ بعدين انتم مرافقين تبع الشيخ طباح، ما جاب اماتكم هنا. ذا مكان محترم، رجال، بعدين امزكاة مواجبات احنا دفعناها للدولة. احنا عندنا ما في شيء، شيخ طباح حقنا ما شنها بلا ولا ريال. يلا من هنا، توكلوا، يلا. شوتر الزكاة تهبها للشيخ طفاح، نحن ما لناش دخل. يا جماعة مثل ما قلت لك زنبقة، احنا قد دفعنا للدولة، نكون فعل الدولة انتوا على الشيخ، انتوا مجانين انتم. الزكاة وانفطرة تسلم للشيخ طفاح، واللي يسلم للدولة يسلم، واحنا ما دخل احنا. تك بحرير جاي مع صوت بحرير اضربني. اقول لك احنا مش واتين هنا نضارب ولا واتين نوطي شيء. لا لا واتين شب يسو. لا لا اضربني. شو الزكاة؟ اضربني انت، اضربني. شد عليه، اضربني. شطار اضربني يا اضربوني. لا بس زنبقة قسما بالله انا مش احترام لمشيخ طفاح، قسما بالله خلي زنبقة الان شفت حبكم من بلاد ده من تربه ماشي معنا احنا بطار. قسم بالله شطار ايه مقدسه كده خزقتم عدسه، قسما بالله هذه مخصوم عليكم 6000 حكم عدسه. يلا من هنا يلا هاتوا باقي 6000 قسما بالله خصم حكم عدسه. انت تدري ايش شلتوهم مدينه بوقت المدينه حسبوا اليوم النظاره حقها ب 20,000. قلنا لهم ليش؟ قالوا النظاره حقها احتاج تدويل كذا السابع والخامس والثامن عشان الطلعات. اقسم 2000 لا والله مخصم لي هذه ثلاثه. يلا مقلع وشك فكرة ذي حكم عن الثاني. يلا ها وذين باقي؟ يلا بوكن يلا 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 الكون يلا 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 قليل الحياه دخله خرج بيوت الناس بس والله خزق لكم عن الثاني داخل. يلا قلت حياه.